لكن اما اقول يعني انت تقريبا قضيت في التلفزيون المصري في مبنى ماسبيرو 4 سنين. انا من 2007 ايوه رجعت بعد ايوه استقالة سابقها بسنة مع عبد الخالق، ورجعت فجأة في 2007 رئيس قطاع القنوات المتخصصة. تمام. طيب تصريح لحضرتك اخير، وده يوم الاحد 30 يوليو 2017، بتتحدث فيه لصحيفه الشروق، وما اثير بشان رهن اسهم ماسبيرو لصالح بنك الاستثمار القومي، كان عليه جدل كبير قوي. حضرتك اسامه الشيخ ينفي رهنه اسهم ماسبيرو لصالح بنك الاستثمار القومي، وفي كلام كتير بيقال في هذا الامر. انا سيب حضرتك طبعا المجال تفهمنا ايه الوضع بالظبط. شوف، اي حد في الدنيا بياخد قرض بيبقى مقابل ضمانات. تمام. فلما التلفزيون المصري واتحاد الاذاعه والتلفزيون شرع في انه يتواكب، ده قبل ما انا كنت فيه من زمان يعني، تمام، يتواكب مع المتغيرات التكنولوجيه والاعلاميه، وكانت رؤيه صائبه جدا، اتقال ان لازم ننتقل الى الفضاء ويكون المركز في مصر وبانشاء نايل سات. تمام. ولان مصر هي اهم كيان بينتج على مستوى الاقليمي، فاتعملت مدينه الانتاج الاعلامي. تمام. اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان في حرص على ان يكون من اهم الشركاء. ومش شغلته يمول مشروعات، هو ميزانيته على قد انتاجه وعلى قد مرتباته. تمام. فاتاخد قرض من بنك الاستثمار القومي اللي بتملكه الدوله، وبتتسدد حصص اتحاد الاذاعه والتلفزيون من هذا القرض من هذا البنك لهذا البنك. بس انما مش رهن واستلف، ومش انا ده كلام من زمان قوي. وهذه الصلاحيات بيبقى لا علاقة بمجلس الأمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، هو أعلى سلطة، ومش رئيس مجلس الأمناء هو اللي بيقرر، وموافقة سياسية، وبتبقى تزكية من وزير الإعلام بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء. فأنا مش شايف فيه غلط ولا بتنصل منه، لكن هذه هي الحقيقة. كون بقى البنك عايز فلوسه، ويكون ما بقاش فيه عوائد تساوي الأقساط المستحقة، اعتقد دي للظروف اللي مرت بها الدولة الانتقالية في 6 7 سنين اللي فاتوا، والناس بنك عايز فلوسه. ولكن بما ان ده هذا بنك الدولة، وان اتحاد الاذاعة والتلفزيون ليس جهة استثمار، ولان ده بنك الدولة بيرأسه وزير التخطيط. تمام. وكان دايما الامور تتساوى في مجلس، يعني تحل في مجلس الوزراء بين وزير التخطيط ووزير الاعلام. مش وزير اعلام دلوقتي، كان المفروض ان هذا الموضوع يصار في مجمع بين رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، واعتقد لازم يبقى كده. انما انت بتجرد اتحاد الاذاعه والتلفزيون من جزء من قوته. صحيح الدولة ملتزمة بالميزانية وبيصرف وملتزم بكل حقوق العاملين وحقوق الآخرين والإنتاج وكل الكلام ده، لكن في النهاية لما تيجي تقيم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتقول أصوله إيه؟ أصوله نسب تقارب النصف في مدينة الإنتاج الإعلامي وفي الناين سات، ومش هيفضلوا المكاسب تبقى قليلة أو محدودة، والناين سات بيكسب كويس. وفي عائد كويس بيجي لاتحاد الاذاعه والتلفزيون منه، وهو مفخره لمصر. نايل سات. ويجب ان يحمى من كل اي مؤامرات دوليه او اقليميه توجه اليه. ده حربه في ايد مصر في حمايه القوى الناعمه بتاعتها. طب يعني لو قلت نايل سات، هل ماسبيرو مش قوه ضاربه ايضا؟ طبعا انا على فكره ما بحبش كلمه ماسبيرو. الاعلام ماسبيرو كان يعني احد اعضاء الحمله الفرنسيه المصريه اللي كانت جايه تحتل مصر. والمنطقه كان له دور كويس في انشاء المتحف المصري والى اخره. تمام.
نقول مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون زي ما كنا بنقول على الشريفين الاذاعه المصريه. تمام. الاذاعه والتلفزيون المصريه. تمام. طبعا القوه هو اساس القوه الناعمه. من ازرعته مشاركته في النايلسات وفي مدينه الانتاج الاعلامي وفي السي ان اي. دي ثلاث شركات تجربه جيده جدا في المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع العام وبحمله اسهم وكان الشعب بيشارك فيه وبيشارك في ادارته وفي مجلس ادارته. فطبعا ماسبيرو هو الاساس، هو لب القوه الناعمه المصريه. من محتوى، من مكتبه، من مذيعين، من تاريخ، من انتاج موسيقي، من كل حاجه. احنا تربينا على كده. والشاب بيعرف بيبقى وطني ازاي من رأفت الهجان. صحيح. ومن اغاني عبد الحليم. صحيح. مش بالخطب الكتير والتلقين والى اخره. حاجات بتسري في الوجدان المصريين هذا الابداع الفني اللي هو عارف رسالته وملتزم بهذه الرساله. تمام. طيب حضرتك قلت انه يعني من ضمن حضرتك الكلام اللي انا قريته عن اسامه الشيخ انه ملف الاعلام مش من اولويات الحكومه. قلت الكلام ده في 16/3/2017 وان الدوله ليس لها احتياج ل 24 قناه تلفزيونيه و 52 اذاعه اضافه لان الاعلام الرقمي هو الحل، ادفع لتشاهد، لكن فكره انك تعيد الانتاج القديم. لا ده كلام ما اتقالش بصيغه صحيحه. تمام. انا لما قلت الدوله ليس من اولويات الدوله كنت انادي بانه يكون من اولويات الدوله. تمام. وكان في احساس قبل انشاء المجالس الاعلاميه والهيئات وهي منصوص عليها في الدستور المصري. تمام. تاجلت كتير بعد صدور الدستور. تمام. ودي كانت المفتاح اللي هيجر وراه عمليات اصلاح الاعلام. فده كان نوع من الاحتجاج على ان لازم يكون من ان ما فيش الملفات دي مقفوله. فربما يعني ذلك ان ما فيش ماهوش من اولويات الدوله. انما كنا عايزينه يبقى من اولويات الدوله، واعتقد هو من اولويات الدوله. طب ايه المؤشرات حضرتك اللي شايفها دلوقتي بخبرتك يعني انه الاعلام دلوقتي من اولويات الدوله او من اولويات الحكومه؟ ايه المؤشرات؟ يعني بتوع ماسبيرو حاسين انه البساط بيتسحب من تحت رجليهم يعني. شوفوا للاسف الرؤيه لهذه المشاكل اصبحت رؤيه فئويه. مش رؤيه انا بشتغل في ماسبيرو وحريص على ادائه لرسالته. لا هي اصبحت مطالب فئويه. اللائحه، المكافآت، المرتبات اتحولت ولا ما اتحولتش. مفيش حد بيقول احنا مؤثرين ولا لا. وده قيمة التلفزيون واللي كان بيشتغل في التلفزيون من الستينات وكان بيبقى فخور بانه بيشتغل في التلفزيون لان التلفزيون مؤثر. لكن لما تبقى اصبح البعض والبعض فرض عليه ذلك مش كلهم انه مجرد موظف يكمل كل الاجراءات الورقيه عشان ياخد اكبر قدر من الفلوس. لكن عمل ايه؟ وصل ايه للناس؟ اثر في وجدان المصريين. دافع عن مصر كاعلام مصري امام الهجمه الشرسه عليها اقليميا ودوليا. ما بيدورش على كده خالص. فده الظاهره التي الحادثه في التلفزيون المصري. ومشكله ماسبيرو هي ان ابنائه انصرفوا الى مطالب فئويه. انا اطلب مطالب فئويه بعد ما اكون بحقق رسالتي. بكون الناس هي اللي هتقول. صحيح. ادعموا هؤلاء الناس. وفي نفس الوقت نتيجه بعد 25 يناير حصل تاخر كثير في متابعه المتغيرات اللي تفرض تطوير في التلفزيون المصري على الاقل في مجال البنيه الاساسيه. بمعنى انا كان في مطالبات بتطوير الناس دلوقتي في اجيال عماله تيجي من المعدات والاجهزه والتقنيات وانا لسه بعيد. انا لسه عندي استوديوهات انالوج والانالوج اتحول لديجيتال والديجيتال اتحول لاتش دي
والاتش دي تحول الى 4K واحنا لسه بنقول هنعمله ده امتى. مسألة النقلة من التلفزيون عبر الاقمار الصناعية الى التلفزيون عبر الانترنت احنا بنتكلم ده انه كطرف. وانا اتوقع على 5 سنين مش هيبقى فيه تلفزيون من خلال الساتلايت. بعد 5 سنين اتصور ذلك. عندنا بنية اساسية ضخمة من شبكة الارسال الارضي اللي غير مؤثرة وغير فعالة وليس لها اي جودة ومن الممكن انها تكون كيان وبنية اساسية بديلة للاقمار الصناعية داخل مصر. زي اوروبا كلها بتشوف عن طريق حاجة بتسمى الكيبل لكن مش كيبل محفور في الارض. هي بيسموها DTT ديجيتال تيرستريال تلفزيون، البث الارضي التلفزيوني ذو الجوده العاليه. اوروبا امريكا سوري اوروبا بما انجلترا هولندا بلجيكا المانيا فوق ال 85% من المشاهدين بيشاهدوا هذه القنوات الارضيه المتطوره اللي فيها تفاعليه واللي فيها جوده عاليه لا تقل عن جودة استخدام الساتلايت. ده كمان هيساعدنا ان انا ابص الاقي عندي 80 قناة في كل محافظات مصر. ممكن تبقى هذه قنوات مصرية وممكن قنوات عربية مختارة بدل ال 700 قناة وال 1500 قناة العشوائيين اللي بيدمروا الشعب المصري اللي جايين من الاقمار ولا احد يسيطر عليهم لانهم هم مش جايين من النايلسات. لما يكون عندي هذا البديل القوي في البيت بإريال صغير بتاع 20 دولار بالدي تي تي وده مشروع يعني يتعامل فيه جهاز الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام وأجهزة الدولة هيبقى عندي وهيساعدني اكتر من كده في شراء الحقوق. انا ما باجي اشتري حقوق الرياضه ولكن مش عارف الحقوق دي بمليار والحقوق دي ب 800 مليون لان اللي بيبيع لي فضائيا هو باع لي المنطقه كلها العالم العربي وشرق اوروبا فانا بتحكم في الحكايه. خلاص انا هيبقى عندي في مصر بس هاخد رخيص. وده كمان انا فوجئت امبارح بتكلم مع حد من اصدقاء زملاء في كليه الاعلام ان كليه الاعلام جامعه القاهره السنه دي واخده 1500 طالب. وعندنا حوالي 24 كليه اعلام جامعات ومعاهد ومش عارف ايه. طب دول اشتغلوا فين؟ دول اشتغلوا فين وهيمارسوا فين؟ وازاي الدوله تسمح بذلك على حساب الجوده؟ فانا عندي برضو عندي ازمه في التعليم الاعلامي. كان البعض لا ده بالعكس ده لب الموضوع برضه. كان البعض طالب انه وقف يعني بلاش بقى تخريج دفعات من الاعلام دلوقتي وقفوا الدنيا لحد ما نشوف المساله ايه. وبعض الدكاتره زعلوا وقالوا احنا مالناش علاقه بالوضع العام واحنا لا ده احنا مرتبطين ربما الدكاتره زعلوا عشان الكتب يعني حضرتك هنوزع من انصار وقف التدريس دلوقتي في كليات لا مش وقف من انصار العوده الى بدايات انشاء كليه الاعلام جامعه القاهره انها تقوم بامتحانات قدرات والتعلامي وعارف مش مجرد ان انا بمتحن وبذاكر طب ما يبقى من مكتب التنسيق بقى مكتب التنسيق وفي امتحان قدرات بس هو في الجامعه في الكليه بيعمل لي امتحان قدرات لكن هي المشكله كلها ان اللي جايب فوق 95% بيروح الكليه ربما لا يصلح ما هو لا يصلح في كتير لا يصلح والعدد محدود واعتقد في جهود كتيره في كليات الاعلام في تطوير المناهج لكن مستوى الكليات الاعلام متفاوت يعني في جهات لا تصلح ان يدرس فيها اعلام وفي جهات متميزه ومواكب العصر والتقنيات وخلاص ادركوا ان الصحافه الالكترونيه مش قادمه خلاص هي الاساس وان التلفزيون التفاعلي موجود كل الكلام ده. عندك مثلا حاجه اسمها مفهوم الاو تي تي اللي هو بيسموه اوفر ذا توب. الاو تي تي مفهوم اني اخزن اكبر كميه من المحتوى الاعلامي سواء
مسلسلات سواء دراما سواء تاريخي دوكيومنتري الى 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 اخره، وتكون متاحه لاي حد في جميع انحاء العالم عن طريق الشبكه العنكبوتيه. تمام. العالم كله مهتم بالحكايه وعمال يلم في حقوق الرقميه للانتاج المصري العظيم. وهتفاجأ بعد 7-8 سنين 5 سنين ان ده انباع تراثنا. ما احنا عمالين نقول تراثنا بتاع السينما اتباع، هو كان منباع بقاله 15 سنه ومحدش يلوم حد. ده كان تراث للقطاع الخاص، اللي كانوا بينتجوا سينما كانوا مغامرين من القطاع الخاص من كبار المنتجين والمخرجين. يعني انا اعرف او بقرا دلوقتي انه في افلام قديمه كانت بتيجي عندنا بنشوفها دلوقتي في قنوات عربيه وقنوات اسرائيليه كمان، في مش عارف مسلسلات ما بقناش قديمه كان بنشوفها في مصر التلفزيون المصري دلوقتي بنشوفها بره ما بقناش تلاقيها هنا. في زملاء وانا اعرفهم كويس جدا بيقولوا بننزل المكتبه بتاعه التلفزيون بندور على كذا ما بنلاقيهاش، ندور على اغاني معينه لام كلثوم ما بنلاقيهاش، حفلات معينه لحليم حافظ ما بنلاقيهاش، لفريد الاطرش ما بنلاقيهاش، لعبد الوهاب ما بنلاقيهاش. بتاع دي سلسله حلقات مثلا للشيخ الشعراوي بلاقي مثلا من 1 لـ10 ومن 10 لـ25 مش تلاقيينها مثلا. يا فندم لازم يكون وبعدين نلاقي بعد كده حاجه اسمها مركز التوثيق السمعي والبصري. اي شيء ينتج في مصر سواء بواسطه الدوله او بغير الدوله او اي حد داخل مصر يودع نسخه زي ما مش موجود. ده مش موجود. طب التراث بقى لما برضو بخبرتك استاذ اسامه يعني استفيد قوي من الكلام ده بخبره حضرتك، هل حصل فعلا او حدث فعلا بحسب معلوماتك حصل فعلا تهجير، مش عايز اتهم حد لكن تهجير للارشيف حصل تهجير وحصل سرقات وفي حاجات ماهيش انتاج الدوله اصحابها باعوها، كانت الدوله لابد ان تتدخل وتشتريها لان ده تراث المصريين. لما يطلع مثلا اغاني للنقشبندي ده ملك المصريين. تمام. مش الورثه في طنطا راحوا باعون مش عارف يروح يقولوا يدوا للورثه الافلام اللي كانت بتتلم من الصندره في بيوت المنتجين ومن فوق السطوح وشركات عربيه تشكر انها نظفتها وبعتها، لكن تحولت قيمتها من $500 الى مش اقل من $100,000. ياه. الديجيتال رايح كده برضه. الديجيتال رايح كده. الديجيتال كان بينباع مسلسل ب $5,000 بقى بينباع ب $200,000 دلوقتي. والقادم اكثر. وده بتاع مين؟ بتاع مصر. طيب ما يقول لك طب ما تسيبهم يا عم ما يسوقوا، لا هو هيذيق اللي عايزه واللي مش عايزه مش هيذيقه. وهيشوهه وهيعمل عليه مونتاج. احموا التراث المصري، احنا لا نملك غير ده. ده اكبر قوه لمصر. الابداع بتاعها. ابداع الفنانين وابداع المقرئين وابداع الفنانين التشكيليين وابداع المهندسين المعماريين، ده اللي بيميز مصر. لابد ان احنا نحافظ على ده، وده اللي يخلي في النهايه النشء الصغير يقول انا منتمي لهذا الوطن واتشرف اني اكون في هذا الوطن. نسبة كام من التراث المصري ده اتباع؟ غير معروف، لأنك مش عارف التراث المصري ده قد ايه. هل هو 200,000 ساعة؟ زي ما أنا كنت ساعات بقدر، هل هو 600,000 ساعة؟ في طبعًا ممارسات كانت سيئة جدًا. في فترات يبقى ما فيش شرايط. في الدولة بيقول لك امسح. امسح حاجة، ولاحظناها في كذا حاجة على فكرة. هتلاقي كتير. وطبعًا كان في حاجات بتتباع. ودلوقتي التهريب اسهل بكتير جدا. تهريب طبعا. شيب قد صباعك كده هتشيل عليها 3-4 ساعات وهتسافر تروح في اي حته. مفيش رقابه ولا حاجه ولا هيراقب فين؟ هيفتش مين؟ كان اول بيراقب يطلع شريط قد كده فيه جثه طالعه لازم حد يكون مطلعه. دلوقتي خلاص شيب عليها. وحضرتك كنت وانت في مبنى الاذاعه والتلفزيون يعني وقع تحت ايدك مثل هذه الامور؟ كان كل يوم بيجي لي الامن ماسك حد مهرب شرطه وقرب بس احنا بص اقول لك حاجه، العضو اللي ما بيستعملش ده قانون في البيولوجي. فانت لما يكون عندك مكتبه وعندك 60-70 سنة من سنه 60 ما تستعملش الكلام ده. الشرايط لها عمر
وفي نفس الوقت اللي علمونا الهندسة ان الشريط لازم يتدور على المكنة مرتين في السنة على الاقل, ما حدش بيدور ولزق في بعضه. فانت بقى اصبح عندك هذه المشكلة, طب الشرايط دي تعمل فيها ايه؟ ما فيش حد بيدور, ما حدش بيستخدمها. لما جينا سنة 2010 في يوليو واحتفلنا باليوبيل الذهبي للتلفزيون المصري, كانت الفكرة ان اعظم احتفال انك تقول للناس, مش حفلة وتخلص, تقول للناس الستين سنة ده كانوا فيهم ايه. واللي ما سمعش على او سمع وما شافش اماني ناشد هيلاقيها, ليلى رستم هيلاقيها, حمدي قديل هيلاقيه, صحيح, والى اخره, اساتذتي دول مش عايز طبعا اعدهم ويبقى نسيت حد يعني. وطلعت فكره انشاء التلفزيون العربي, وانا سميته التلفزيون العربي لان طلع سنه 60 22 يوليو ولا 21 يوليو بهذا الاسم, التلفزيون العربي, وطلع من القاهره ودمشق في وقت واحد. ابتدينا بقى, كنا ليالي والشباب معايا وبيدخلوا المكتبه وبنطلع الشرايط وبنتفرج ويبقوا فرحانين قوي بعد الساعه 3 الصبح, واحد يقول لي شوف انا لقيت ايه, شوف انا لقيت ايه, حط ده بكره, حط ده بعد بكره. وابتدت فيه خرايط. القصه ما كملتش لاسباب ليس هذا مجالها, مجال التاريخ, ولكن يحسب للتلفزيون المصري من سنه ابتدى يطلع هذا التراث من خلال نسبيرو, قناة نسبيرو زمان. وانا مش عاجبني نسبيرو دي خالص, مش انا مصري حتى النخاع. ايوه مش عاجبك الاسم. يعني كنت تتمنى تبقى ايه؟ تلفزيون عربي, وكان اسمه كده, اسمه القديم هو القناة وعامل كلمة زمان, مصر زمان, مصر زمان. ايه المشكلة يعني؟ ما علينا, مش حاجة شكلية لكن شيء كويس. لكن محتوى القناة عجبك؟ كويس. انا طبعا مدرك مشاكلهم, هو ما بيلاقيش على طول حاجات. والقصة على فكرة انا كنت بسعى يعني اثناء خدمتي ان ادور على الانتاج المصري اللي مش لاقيه انتاج مصر جوه التلفزيون المصري في بعض الدول العربية اللي محتفظة بيه ومنظمة كويس. كويت هتلاقي, في الاردن هتلاقي, في الشرق هتلاقي, عندهم مكتبة قوية جدا للتلفزيون المصري ومتنظمة ونظيفة. فده اذا كان ده مطلب قومي يبقى لازم ندور على كل الوسائل نطلع الحاجات بتاعتنا اللي ضايعه ويبقى عندنا نسخه. ولازم يطلع قانون ايداع اي ابداع بصري او سمعي في مركز الابداع السمعي والبصري, عندي نسخه تحت محتفظ بها للتاريخ. ايه الحاجه اللي لفت نظر اسامه الشيخ في التلفزيون؟ اي تلفزيون فيهم؟ في انا بتكلم دلوقتي كل ده على مبنى التلفزيون. ايه الحاجة اللي تلفت نظرك اللي تخلي اسامة الشيخ يجيب الريموت برنامج معين, مذيع معين؟ انا مش بالشخص, انا مش عاجبني حواجز حواجز الخرصنة دي اللي واخدة نص الشارع. ده بيت راقي للابداع وللفن. والمصريين يحموا بعينيهم. كأنك داخل سكنة حربية يعني. مش كده, ده بيت المصريين. في الان له وسائل اخرى كثيره يعني. ما شفناش ده مثلا قدام التلفزيون الفرنسي ولا في البي بي سي ولا ده كده من حيث الشكل. انا ما دخلتش تلفزيون من زمان فمش تمام يعني, هذا من حيث الشكل. لكن انا بسمع انه من جوه مش كويس, من جوه مش كويس يعني النظافه والشياكه والحاجات دي, ما اعرفش بسمع يعني. ولكن ما يهمني هل هو مؤثر لدى المصريين. تمام, يجب ان يكون مؤثر ومش مؤثر يعني, يدوب نشر الاخبار والاحداث السياسيه اللي بينقلها التلفزيون المصري بحكم امكانياته التقنيه وخبرات الناس العامله فيه. ده كويس قوي. ولكن هو برضو محدش مقدر ان لولا هذا المبنى والكوادر بتاعته ما كانش طلع الكيانات الخاصة. أنا متفق. قامت على كتاف دول. تمام. بكل الوظائف. صح. مذيعين، مصورين، صح. مخرجين، صح. حتى التراث ما هو بياخدوه ولا يستكمل خريطته إلا ما يكون عنده ليالي الحلمية ومحمد رسول الله وأرابيسك و إلى آخره. ما زال بيعطي, بس أنا عايزينه يكمل. عايزينه يدي دور أكبر.
انت حاسس ان في لبيتنا خنقه في المبنى نفسه؟ شوف اللي انا حاسس التأثير، كل واحد التأثير ممكن يقل، كل واحد عمال يرمي اصل احنا بنتحارب، وانقذوا ماسبيرو، انقذوا انتوا، انقذوا انتوا، يعني انقذوا ماسبيرو، يعني اعملوا شغل كويس وبدأب وبإبداع وبإصرار، هيبقى تلفزيون كويس. مفيش دولة هترمي التلفزيون بتاعها، لكن ممكن يتأكل دوره بسبب اللي فيه. ده اللي موجود هناك. إنما الخناقات كلها على الشكل والهيكلة، وهيمشوا الموظفين وهيقعدوا الموظفين، اشتغلوا خلاص. افرض هو انت لو كويس حد هيقول لك قلصوا دور التلفزيون. بس والله يا استاذ عمر في ناس تبقى كويسه، وللاسف انا بشوفها كويسه بعد ما بتطلع من المبنى. يعني 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 اما الاقي مثلا نائب رئيس قناه النيل تي في مثلا دلوقتي ماسك فرنسا 24، نائب رئيس فرنسا 24 سردبيل طبعا. فالشباب على الـ على السيستم الاداري على الـ على الـ هل حد حاسس كان بنبيل؟ ما كنت لسه اقول لحضرتك انا كنت حاسس بنبيل. اما اضطرينا نذيع مباريات كوره وكانت حقوقها باللغه الفرنسيه، نبيل كان بيذيع الكوره وزملائه، معناها ان عندنا قدرات تقدر تعمل كل حاجه. حد قال نبيل ده كويس؟ هو ده اللي بقول لحضرتك عليك فيه. هو انا النيل الاخبار بس في اعتقاد جوه هايله، يا النيل الاخبار تعمل هايله هايله، النيل الاخبار بس تصل ارساليا بره، ويكون عندها مكاتبها وخدماتها واشتراكاتها في وكالات الانباء، تعمل اربع قنوات زي اللي موجودين في العالم العربي بقدرات الشباب. طب هو دلوقتي عندهم كفاءه جامده، في عندنا قناتين ثلاثه مصريين دلوقتي بيطلعوا اخبار قطاع خاص او قطاع مشترك ايا ما كانت تسميته. ما هو منين دول؟ منين ومين اتعلم فيهم ومين استثمر فيهم ومين دفع عليهم فلوس ومين كان مبيعاتهم فلسطين في مكاتب النيل الاخبار ايام ما كان لها مكاتب؟ الدوله. هم موجودين وهم دول اللي بيعملوا. هو اما القناه مثلا يطلع فيها مثلا نزلها 20 30 مذيع اخبار، هتجيبهم منين؟ صحيح، جابوهم من سبيرو. صحيح بالكسل. صحيح، وكان يجب وده يؤخذ على القنوات الخاصه انها تعمل كوادرها، تضيف لمصر كوادرها. يعني بتاخد كوادرها كوادر الاخرين وتدمجها بقواعد القطاع الخاص، ما يعرفش يرجع يشتغل في التلفزيون. تمام. طيب تسمح لي بس اخد فاصل صغير وارجع لحضرتك، فاصل صغير ونرجع والاستاذ اسامه الشيخ. لحضراتكم في جروب كده اسمه ماسبيرو التلفزيون المصري، في كتير جدا من الزملاء بيشتغلوا في المجال، يعني يزعل حضرتك لو قلت تعليق لحد فيهم بينتقدك؟ في زميله بتقول احد رؤساء اتحاد الاذاعه والتلفزيون على قناه النهار الان بيتهم ولاد ماسبيرو على الهوى، وبيقول وهو في ماسبيرو حضرتك كان وانت في ماسبيرو كان كل يوم الامن بيجي لك ماسك حد بيسرق حاجات كتير، وان التلفزيون مش مؤثر ووحش من جوه بيتاكل دوره بسبب اللي فيه. يعني هي بتحضهم ان هم او بتقول لهم تابعوا، يعني انا بتهيألي الساده المشاهدين يردوا على الكلام ده. انا متحمس لماسبيرو، واللي بيتحمس وعايز يصلح لازم يبتدي ينتقد نفسه. وانا بقول يا ابناء ماسبيرو اتحدوا لإنتاج إعلام متميز، ودعوا كل المطالب الفئوية بعيدا، المرتب اتأخر هيجي، دولة ما بتاكلش حاجة، ولما يكون بنمسك ناس بيسرقوا
يبقى الدنيا تقلق لو ما عادش حد بيتمسك. لان احنا الناس ما تحولوش الى انبياء يعني، قالوا مش هنبطل سرقه يعني. اذا ما حدش بيتمسك دلوقتي فعلا استفهام. يعني انت شايف برضو انه لسه بيتسرق فلازم حد يتمسك. احنا بنشوف مش بنشوف على المحطات زي ابنائنا سميرو المجموعه ديت يعملوا مجموعه بس ترصد ما يتم اخذه من سميرو. وفي اجهزه قانونيه هناك وفي اجراءات يرفعوا قضايا ويمنعوا استخدام الكلام ده. ده اعتداء على الملكيه الفكريه واعتداء على الملكيه العامه. ده ملك للدوله تصرف عليه من ميزانيه الشعب المصري. فلابد ان ابناء مسبيرو يحموا هذا التراث اللي احنا عمالين نتكلم عليه. انا ما مش ضد مسبيرو، انا بقول يا ابناء مسبيرو حافظوا على مسبيرو ان يكون الشعب المصري حليفكم ويقول مسبيرو كويس ولا غنى عنه. طيب انا واحد من الناس بيستكمل مسيرته. تمام. انا واحد من الناس بقول انه لو لم يتقدم التلفزيون الرسمي لا تقدم للاعلام المصري. هل ضربت صح؟ هو تفاعل متبادل. لو ما كانش فيه تلفزيون مصري بكوادر متعدده الكثيره ما كانش طلع اي محطات خاصه في مصر. احنا شفنا، انا ابتديت في الاول اول حد يمكن كان اي ار تي وبعدين دريم. الناس دي كلها طلعت من مسبيرو. ومين اللي كان مستعد او لازال مستعد دلوقتي انه يخلق كوادر ويدرب كوادر؟ وهنا اتهم القطاع الخاص انه يتهرب من مسؤوليته، انه يجب ان يكون عنده كوادره. فبيروح يجيب على الجاهز بعض الناس ويسيب الناس الباقيه. وفي نفس الوقت القطاع الخاص اضاف الى مسبيرو بمفاهيم جديده بعضها جيد وبعضها تجاري يخالف دور اعلام الدوله اعلام الخدمه العامه. ما ينفعش يبقى في برنامج كويس وحد راح يقدمه لمسؤول في هذا المبنى ويقول له هات لي معلن. اعتقد انت في الصحافه صحيح لما حد يقول لك انا جايب معلن وانا معايا اعلانات ده بينضرب. ده ما ينفعش. المبدع يقدم ابداعه واللي بيشتغل في تسويق هذا الابداع ده اللي دوره يجيب معلن وما يجيبش معلن. واذا ما جابش معلن مش مشكله، لان انا دوري كاعلام خدمه عامه لازم يكون عندي رسالة بقدمها قبل ما بقدم اي صح حاجة. كده يعني ما ينفعش يعني اعمل برنامج واقول بلاش نقدم الشيخ شعراوي مثلا او فضيلة الشيخ الازهر في برنامج عشان اصله ما بيجيبش اعلانات، نلغي الاخبار عشان ما بيجيبش اعلانات. ما ينفعش. تمام. لكن في حاجات اتعلمها التلفزيون من القطاع الخاص. فكرة البروموشن مثلا ما كانتش موجودة. ما كانش في اي تنويه عن ان في عمل هيتقدم. الكلام ده اتاخد لانه له مفهوم تجاري مهم قوي عند القطاع الخاص. في حصل تطوير في المعدات. تمام. يعني انا ما كنت في اي ار تي ما كانش في كرين في التلفزيون. ما كانش في ستيدي كام في التلفزيون. الجرافيك كان موضوع مش مهم خالص او مش موجود. رغم ان في عباقره اشتغلوا باقل الامكانيات وقدموا اعظم الجرافيك اللي دلوقتي بالاجهزه ما ينفعش ما حدش بيطلعه. استاذ فهمي عبد الحميد. ما هي دي قيمه. قيمه كان الاستاذ فهمي عبد الحميد على ما يعمل لقطه باجهزه بدائيه ومش شغلتها تعمل جرافيك ورانا الابداعات بتاعته كلها. شوف تتر الفوزير كان بيبقى عامل ازاي. لو كان الراجل ده فيه امكانيات متقدمه كان عدى. لا كان زماننا عالميين دلوقتي. والله الله يرحمه. يعني فهمي عبد الحميد ده كان ممكن يحطنا في مصف العالميين لو كانت الامكانيات متاحه. طبعا. صفوت الشريف. اي فندم. يعني في كلام انا ماليش دعوه بالشق السياسي، خليني برضو في الشق الفني اللي احنا بنتكلم فيه واللي هو تخصص حضرتك. هل هو علامه بارزه في الاعلام المصري فعلا؟ استاذ صفوت الشريف شهادتي فيه ليست مجروحه لاني لم اعمل معه على الاطلاق. تمام. استاذ صفوت الشريف بنى اهرامات للاعلام المصري. بنى اهرامات النايل سات.
مدينة الإنتاج الإعلامي، تمام، شركة سي إن إي، تمام، قطاع القنوات المتخصصة، دي بيسموها الميجا بروجيكتس، المشروعات الضخمة اللي بتفضل موجودة. عندك بقى تحفظ على إدارتها أو على عائدها ما جابتش خسائر، وحافظت على موقع مصر. فأستاذ صفوت الشريف بعيدا عن السياسة، أنا ماليش علاقة بالسياسة وما اشتغلتش معاه، لكن الرؤية إنك تكون تتقدم على العالم العربي وعلى افريقيا ويكون اول قمر صناعي تملكه دولة يبقى مصري، ده استمرار لمسيرة الريادة المصرية. مدينة الانتاج الاعلامي اتعمل 3-4 دلوقتي، لكن مش بحجم مدينة الانتاج الاعلامي المصري. اي كانت بتكسب او بتخسر، ده مسائل تخص الادارة. شركة سي ان اي وضبط التلفزيون المدفوع، وبيدخل ويجيب دخل الدولة، قطاع القنوات المتخصصة، فكرة القنوات المتخصصة فيما هو أفلام وفيما هو أغاني وما هو دراما وما هو أخبار، ده قطاع القنوات المتخصصة ده يحسب له. يقارن بمين في مسيرة الإعلام المصري؟ الدكتور عبد القادر حاتم والمهندس صلاح عامر. مهندس صلاح عامر اللي انشأوا التلفزيون المصري سنة 60. يعني عندي ثلاثة دلوقتي، الدكتور عبد الدكتور حاتم ومهندس صلاح عامر، اعتبروا مرحلة واحدة سنة 60 61 انشاء هذا المبنى من الفراغ. وانا اذكر حكى لي الدكتور حاتم ان وزراء مجلس الوزراء كان رافض تماما هذا المشروع. وزير قال لك الفلاحين مش هيروحوا لغاية الصبح، ووزير التعليم قال لك ده تلامذة مش هتذاكر، وكانت قال لي كان المتحمس الوحيد الرئيس جمال عبد الناصر، واداله وبعت له فلوس من ورا مجلس الوزراء. مبلغ مضحك طبعا دلوقتي، ما يعملش برنامج دلوقتي عشان يبنوا بيه التلفزيون، وجاب الشركات الاجنبيه باي وفيليبس وار سي اي ميدان التحرير، وعملوا كشاك عشان الناس تتفرج على صندوق الدنيا اللي اسمه التلفزيون ده. واللي كان بيحجز التلفزيون، التلفزيون كان ب 12 جنيه يدفع 3 جنيه من الفلوس القليله دي، بنى التلفزيون المصري العملاق، ابتدوا بالعشر ادوار اللي فوق. تمام، يبقى عندي الدكتور عبد القادر حاتم، مهندس صلاح عامر، صفوت الشريف، دول ثلاثه. صلاح عامر طبعا بقوله لاني مهندس منحاز للمهندسين، لكن انك تعمل شبكه الارسال الضخمه اللي تغطي مصر كلها، وتبتدي بقناتين ويبقوا ثلاثه 5 و7 و9، وطبعا دوره في الاذاعه المصريه القديم هو جيل اساتذتنا كله، مع انشاء مصانع لانتاج التلفزيون. ده المهندس صلاح عامر، ما حدش واخد باله انك اوكي عملت تلفزيون وعملت المبنى وبقى فيه استوديوهات وبتصور وبتعمل، طب الناس هتشوف ازاي؟ والرساله هيوصل لغايه فين؟ وهتبني هذه الكوادر العظيمة من مهندسين الإرسال والميكرويف، وتعمل شبكة ميكرويف، قصة كبيرة. إحنا دلوقتي محتاجين ده مع النقلة التقنية في الأقمار الصناعية وفي نظم المعلومات وفي علوم الاتصالات. إحنا العالم بيتنقل، إحنا ما بنتنقلش، واقفين، محدش بيفكر، محدش بيفكر. وأنا قلت مثالين، الـ OTT والدي تي تي، ما حدش في دماغه القصه دي خالص. وهنقعد لغايه ما الاقمار الصناعيه يقول لك طب ما فيش، طب وهتيجي تدور على حقوق تحطها على الاو تي تي مش هتلاقي، اتباعت. ده الانتاج اصبح معظمه قطاع خاص. يعني انت بتدي جرس انذار يا استاذ وسام، هذا دوري ودور كل الناس اللي عندها فكره شويه، اللي متابعه الدنيا ماشيه ازاي. سامع، وانت في مبنى التلفزيون، هل قمت بدورك كما ينبغي ان يكون، ولا كانت في معوقات قدام ان انت تقوم بدورك المطلوب؟ لا، قمت بدوري كما اراه وحسب القدرات، وبالعكس كان عندي دعم كبير من المدير الاعلام الاستاذ انس الفي، لان ما اشتغلتش معاه غير لما اتفقنا مع بعض وظهر ان هناك رؤيه مشتركه وهدف واحد، فاشتغلت معاه. وسابني اشتغل ودعمني الحقيقه، واللي هو احمد انيس لما كان رئيس الاتحاد وانا رئيس قطاع. عمره ما وقف، كانوا واقفين معايا. وبيزقوا معايا اكتر ما زي ما انا عايز. تمام.
هنتقل للقطاع الخاص. حضرتك برضو من مؤسسي الاي ار تي ومن الام بي سي برضو كنت متواجد فيها. ده الكلام ده قبل 2011. لا لا قبل 2000. قبل 2000. يعني انا رابط ما بين 2011 و2000. يعني انا فاكر احنا لما كنا بنشوف دايما المسلسلات بتاعه رمضان كان مسلسل بيجي يوم ليله رمضان بالليل، فكان زملائي يقولوا لي ده بيجي على اي ار تي. فكنت حضرتك ابتدينا دي في التلفزيون المصري. ابتديت ده في التلفزيون المصري. فكره انك تذيع المسلسل ان اليوم يبدا عندك من بعد الساعه 12 بالليل. لان هي الفكره، هو الناس تصورت او الزملاء المنافسين ان انا يعني بدي كتف قانوني. هي قصه مش كده. هو مساحه الاعلانات في رمضان من المغرب للعشاء، وبعد العشاء بساعه ولا حاجه والدنيا توقف. اليوم طويل وانا انتاجي مكلف كتير وعندي مقدم خدمات جامده جدا، يبقى لازم افتح مساحه اعلانيه ضخمه كبيره من الساعه 12 بالليل. طب والناس هتفرج عليه 12 بالليل لان هو العرض الاول. فاصبح العرض الاول 12 بالليل. اللي شاف مسلسل بالليل عنده صح بس الساعه 12 هيكمل. صحيح. المسلسل صحيح. فزادت حجم الاعلانات اللي بتيجي في هذا التوقيت. بس بعدها بسنه كل الناس بقت تعمل كده. انت شايف برضو يعني وانا بتكلم على مبنى التلفزيون والتلفزيون الرسمي ولا اخره كده، وحضرتك يعني ادليت بدلوك في هذا الاطار قدر الامكان، يعني القطاع الخاص بقى وانت حضرتك لك تجربه برضو مثيره جدا في القطاع الخاص، انت شايفه ازاي؟ القطاع الخاص فرضته المتغيرات الاعلاميه والاقليميه والسياسيه. لما يكون عندك قطاع خاص جاي وموجه من دول مجاوره وجايه تفرض نفسها على المشاهد المصري بثقافتها وبذوقها ومن حقها لها وقت، لابد انك تكون متواجد. ولما يكون عند مالت استثمارات ضخمة في مدينة الانتاج الاعلامي وفي النايل سات، هتقعد بقى تعملوا بقى عشان الناس تيجي بره تأجر ولا انت؟ انت انت اللي هنا. فاول القنوات اللي طلعت على النايل سات الخاصة كانت قناة دريم سنة 2000، واشرف ان انا شاركت في تأسيسها وربما كنت مؤسسها يعني تقنيا طبعا. والدكتور احمد باجت رؤيته المستقبلية وشجعته اللي كان شيء غامض يعني. وبعدين قناة المحور فطلع القطاع الخاص لانه يواجه استثمار اقليمي قادم جاي لنا. ما كانش يدفع يجي في فراغ من الاعلام المصري. فهنا ظهر دور القطاع الخاص، وحتى ساعتها كانت الدوله طالبه ان اتحاد اذاعه التلفزيون يشارك في ملكيه هذه القنوات بما لا يقل عن 10%. ويمكن لغايه دلوقتي قناه المحور اتحاد اذاعه التلفزيون شريك فيها ب 10%. المشاركه دي حصلت مع دريم وبعدين انفصلت بعد فتره. لكن دي كانت الفكره ان الدوله ترعى القطاع الخاص، وكان في بروتوكولات معينه للقطاع الخاص لشراء الحقوق بتاعه التلفزيون المصري. فما عادش هيسرق. هيسرق ليه؟ انا عندي اتفاقات مع تلفزيون الدوله، باخد المكتبه اللي انا عايزها بفلوس. فده بيفيد التلفزيون. ولكن بعد كده اتفتحت البوابة لإنشاء القنوات اللي ما هيش قنوات، الأكشاك. الأكشاك المسمى بالأكشاك الإعلامية. يعني أنا لو قلت لأسامة الشيخ كم قناة في القطاع الخاص كده، حتى لو عدناهم بالصباع يعني بالإيد كده، كم قناة أنت شايفهم إن هم دي القنوات اللي تعبر عن القطاع الخاص المصري؟ نقولهم نقولهم. بس نرجو إن ما ننساش حد يعني. نفكر بعض. ونقولهم بالأدمية. الأدمية. النهار. آسف. دريم. 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 المحور. أيوه. الحياة. بعد كده. أون تي في. اللي هو قرى والناس.
انا بقول بالترتيب. بعد كده اون تي في بتاعي. اون تي في اللي كانت اسمها او تي في. وبعدين دخلنا بعد 25 يناير سي بي سي. سي بي سي والنهار وصدى البلد. هل لديك اقوال اخرى؟ طب انا مش عايز اذكر القنوات اللي حضرتك ما ذكرتهاش، لكن انا بقول اللي تاريخيا. ظهر بعد كده قمت حوالت الى شبكه كبيره. تمام. ولها جهد كويس قوي. تمام. بالذات في الرياضه. والتوك شو. و دي ام سي شايله حمل كبير لمواجهه الانفاق الضخم من اللي هو من خارج مصر. شايف حضرتك ان دي ام سي قايمه بدور كبير؟ بقى لها سنه مش عايزين نحكم. وكان في استعجال، كان في طموحات اكتر من مسار الواقع، ربما لنقص الخبره. فدخلت بقوه. واحيانا بتسرع. لكن كان كبير وبتشاف. طالما الناس بتنتقدك معناه انك بتتشاف. طب ما بعد القنوات دي؟ يعني ما بعد السبع ثمان قنوات اللي احنا ذكرناها، الباقي بتعتبره كشك؟ مش فاكر. يعني مثلا في مجموعه قنوات، لو عايز اجتهادات. يعني مثلا في العاصمه، في ال تي سي، في نقص شديد في الامكانيات. وفي الاستمراريه. والغرض اللي اتعملت له مش لانشاء اعلام ذو رساله. وطلعت موضه كان طلع لنا حوالي 20 30 قناه دينيه وافده من خارج مصر وبعيده عن الاسلام المصري. دي كانت كارثه وضرت كتير قوي. دول مجموعه من هذه القنوات، اسماء كده غريبه وبعضها اثر. ايه البرنامج في القطاع الخاص بقى؟ اكيد يعني محفوظين شويه عن ماسبيرو. ايه البرنامج اللي اسامه الشيخ وقع كده لازم يجيبه؟ يعني ما بشوفش حاجه. انا بقول لك كلهم ابنائي. طيب في برنامج، في برنامج كويس. انا مثلا بعتقد في قنوات فيها عدد محدود جدا من البرامج المبتكره. تمام. وعايش عليها وذات قيمه. انما مش دوره كده ماشيه وبتخلص يعني. سي بي سي فيها الحكايه دي الحقيقه. فيها ثلاث اربع برامج لهم جمهورهم يعني. ثابتين ثابتين. فهيتا ده شكل جديد خالص. مدام اسعاد يونس، استاذه لميس، استاذه منى الشوقي، خلاص ما عندهمش حاجه غير كده. انما الاستاذ طارق نور بيعمل برامج كويسه. وبيعمل فورمات جديده وغير مكلفه. وبعد كده كل الناس تروح تقلد البرنامج بتاعه. وياخدوا الناس اللي عنده. يعني هو مبتكر ويقلد في بعض الحاجات يعني. برامج الستات مثلا. طلع من عنده. مفيش كلام يعني. تخفيف، زياده الجرعه الكوميديه. الايقاع السريع بتاعه بين برامجه. انا بحترم الكلام ده. النهار مهتمه بالكوميدي. بعد 10 عندها حاجات كتير وعملت تجارب كتير، واعتقد بعد فتره في برامج هتثبت وبرامج هتيجي جديد. بس انت دلوقتي بتطلع انت داخل جديد، فبتشوف راي الناس ايه. الناس هي اللي هتحكم على استمرار برنامج او عدم استمراره. انا بلوم كتير مع احترامي البرامج التي يقدمها الفنانون. انا ضد الكلام ده. والتجربه دي عملناها واحنا في اي اف تي. ما احنا الواحد عباره عن تراكم خبرات، مش عارف حاجه. اي اف تي كانت باديه كلها كده. والنقد ان هو فنان ولا النقد ان هو ما في فنانين برضو يعني. بص يعني مثلا اشرف عبد الباقي مثلا، انا مع الفنان اللي يقدم برنامج يمارس فيه مهنته. يعني مثلا محمد صبحي يقدم برنامج بيمثل في جزء منه. انا بشوف محمد صبحي الممثل. اشرف الباقي بيعمل برنامج على المسرح وبيمسرح. اوكي اشوفه. لكن كل بقى اللي يحمل
الرؤية والفن والتحليل السياسي والاقتصادي والدنيا كلها. الممثل محدش بيصدقه لانه انا كمشاهد عارفه انه متعدد الادوار وبيخلص من دور بيروح دور فما بيصدقوش. مش حابب انت الفكره؟ ما نجحتش. قول لي مثل ممثل قدم برنامج وما مارسش دوره فيه اللي هو بيعمله في الفن ونجح او استمر. شاف انها مثلا بلا فائده ولا لم تنجح ولا زمان. لم تنجح يا بيه. انا حضرت احمد زكي بيقدم برنامج في اي ار تي. استاذ نور الشريف كان استاذ نور الشريف بس انا نور الشريف انا جبت في دريم يقدم برنامج عن السينما المصريه برضه ما نجحش. والاستاذ فاروق الفيشاوي كان بيقدم برنامج وكل واحد يعني كل واحد داخل ببرنامج لكن ما نجحش. يعني زي ما تجيب تجربة لعيب كوره وتقول له تعالى اطلع على المسرح. تجربه مش ناجحه يعني. ومكلفة وبهدلة اقتصاديات القنوات والمذيعين. بهدلة اقتصاديات القنوات طبعا. هو حجم حضرتك عندك فكرة انت بتعمل برضو دراسات وابحاث؟ ده سؤال اخير يعني انا عارف ان اجهدت حضرتك لكن بتعمل تصور كده احنا ايه حجم الانفاق الاعلامي في مصر؟ في مصر الشارع الاعلامي بما فيه الدولة مش اقل من 12 مليار جنيه. 12 مليار جنيه وامتى احنا هننافس بره؟ هننافس الجزيره والعربيه والبتاع والكلام ده؟ يا سيدي انت عندك تلت المشاهدين في العالم العربي. لو لميتهم كلهم تبقى نفس. تلت يعني تلت عدد السكان في العالم العربي ان لم يكن النص مصريين. هل انت اثرت فيه؟ ام بي سي خلصت الخليج وهي مسيطره على كل مشاهدين الخليج جت على مصر وراحت المغرب. تجربه ما نجحتش يعني. انما شوف الاول شوف زبونك الاول ارضيه. يعني احنا غير قادرين على المنافسه؟ لا مش قادرين. احنا حتى الان لم نعمل بما يمكننا من المنافسه. يعني صعب يبقى عندنا جزيره وعربيه وسكاي نيوز وبتاع. بتتكلم عن الاخبار احنا طلع السنه دي في اون طلعت وفي سكاي اكسترا طلعت وفي طالع بعد كده دي ام سي وطلع دي ام سي مهنيين كويسين وحرفيين كويسين. ناقص شويه حاجات. الحريه الملتزمه ناقصه. اولويات الخبر. الخروج خارج مصر. يعني اشوف ايه اللي بيحصل في لبنان واشوف ايه اللي بيحصل. مش كل المشاكل ليها علاقه بمصر. ايه المغرب العربي كان من يومين كان ملك المغرب بيقول خطاب مهم. حد يتابع ايه اللي حصل؟ صحيح. ايه اللي بيحصل في كوريا؟ اللي بيحصل في كمبوديا؟ وزي ما بيقولوا خلاص احنا بقينا قريه عالميه. فلسه ما فيش اهتمام ان ارضي المشاهد بمقدمه ما يحدث في العالم. يعني احنا غير قادرين على المنافسه للان. بلاش كلمه قادرين. المصريين قادرين يعملوا كل حاجه. لا انا بتكلم للان. ما انا بتكلم للان. ما عندناش القدره حاليا. الرؤيه. ما عندناش الرؤيه وشويه امكانيات اعتقد بعد القطاع الخاص اللي موجود دلوقتي يقدر يوفرها. ايه يعني ما يكون عندي مكتب في نيويورك ومكتب في موسكو ومكتب في فلسطين ومكتب في بيروت ومكتب في الامارات؟ تكلف برضه. بيتكلف الاخبار يا فندم. اللي عايز يدخل في الاخبار اخبار ما بتكسبش. طيب قبل ما اقفل بس الاستاذه شيراز الوفاء دي مذيعه بالقنوات المتخصصه زميله عزيزه تشكر الاستاذ اسامه الشريف جدا بتقول لك انه يكون اعظم الرؤساء بالتلفزيون وعدم وجوده خساره ليه. الله يخليك. نورتنا يا ريسنا. شكرا جزيلا. ربنا يديك الصحه وطولة العمر الله يخليك. ازعجناك؟ لا بالعكس. كنت ازعجت الساده المشاهدين؟ لا بالعكس. احنا شويه دردشه حلوه يعني. الله يخليك. بس الوقت ما حسيناش بيها. لا ما هو مر على طول يعني ساعه ونهايه. استاذ اسامه الشيخ يعني مش عايز اعدد المناصب لكن قيمه وقامه كبيره. بعض الناس مختلفه على الكلام اللي هو قاله ده طبيعي جدا وهو الراجل مرحب يعني. انا حتى ما قلت له اقول لك على بعض الانتقادات قال قول ما فيش مشكله. وبعض الناس شايفه انه لا ده يعني ادى ما عليه وادى دوره كاملا في مبنى الاذاعه والتلفزيون باعتبار ان ده الدوله.
لكن هو في القطاع الخاص برضو يعني من المؤسسين لقنوات مهمة جدا والعاملين في قنوات مهمة جدا ورأسوا قنوات مهمة جدا يمكن غالبية القنوات في مصر. لكن في الأول والآخر يعني نتمنى له كل الخير والصحة والاحترام والتقدير ودايما كده يبقى موجود معانا يعني على الأقل ناخد رأيه في بعض الأمور الخاصة بالمهنة اللي احنا بنعمل فيها. بشكرك يا أستاذنا. شكرا جزيلا للصحة وطولة العمر. وتحياتي للسادة المشاهدين. شوف حضراتكم بإذن الله بكرة زميلنا العزيز محمد الدسوقي رشدي. نشوف حضراتكم الأسبوع القادم. لكم منا كل الاحترام والتقدير. سلام عليكم.